من إربيل مع عبد الستار الحبو رئيس بلدية الموصل. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الستار. قبل الوقوف على الصعوبات التي واجهتكم، لنبقى في الجو المتفائل هذا وما أعدتموه، تحويل كل دمار داعش إلى حدائق. نتحدث بعد قليل أيضا بتقرير خاص لتلفزيون الآن عن أول بطولة لألعاب القوى في الموصل. لنسلط الضوء أكثر على هذا وعلى جهود المواطن ووقوفه جنبكم أيضا في هذا الموضوع. نعم، مساء الخير على مشاهدين قناة الآن وعلى قناة الآن الذي ينقل حقيقة ما يجري في العراق وخاصة مدينة الموصل التي عانت من إرهاب داعش. بفضل اندماج القوات الأمنية عادت هذه المدينة إلى أحضان المدن العراقية أخواتها من بقية المدن. كان لكوادر الدوائر الخدمية ومنها بلدية الموصل السباقة الأولى للعمل مع القوات الأمنية جنبا إلى جنب لغرض إزالة مخلفات داعش. حتى اليوم بلغت كمية الأنقاض والمخلفات التي رفعتها كوادر بلدية الموصل من مخلفات داعش بحدود 1,250,000 متر مكعب من الأنقاض، أكثر من 6,500 سيارة محترقة. طبعا كوادرنا استطاعت الوصول بعد جهد عمل 7 أشهر، حتى الآن بدأنا الدخول إلى المدينة القديمة التي تم تخمين كمية الأنقاض فيها بحدود 3.5 مليون متر مكعب، كون عدد الوحدات السكنية المدمرة في هذه المدينة بحدود 11,500 وحدة سكنية. طبعا عصابات داعش تركت دمار كبير في هذه المدينة. عزيمة العراقيين من أبناء مدينة الموصل على إعادة الحياة، نلاحظ مجموعة من الشباب والمنظمات التطوعية الشبابية من أبناء مدينة الموصل يعملون جنب إلى جنب مع هذه الدوائر الخدمية، واستطعنا إعادة الحياة في الساحل الأيسر بصورة كاملة، والآن بدأت الحياة تدور في الساحل الأيمن خصوصا المدينة القديمة، كون الساحل الأيمن أصبح مستقرا باستثناء المدينة القديمة. منذ 7 أيام هنالك أصحاب السوق التجاري الكبير في مركز المدينة وهو سوق الدراي، بدأ أصحاب المحلات بتأجير آليات ورفع أنقاض محلاتهم، وبلدية الموصل تقوم برفع الشوارع، رفع الأنقاض والمخلفات من الشوارع العامة. كذلك بدأ عن يعني لو نتحدث أكثر عن هذه المخلفات وفي المقابل طبعا الجهد الذي سيتطلبه إزالتها خاصة بالجانب الأيمن، كانت المعارك كبيرة جدا يعني، وفيما يتعلق أيضا بالحفر والألغام التي واجهتكم أيضا بالجانب الأيسر بإعادة المدينة إلى ما كانت عليه. نعم، لا يكاد عمل يومي لا يكون هنالك عبوات ناسفة تركتها عصابات داعش في الدور التي تركوا فيها خراب، حتى أن كثير من المواطنين أثناء محاولة إعادة بناء محلاتهم أو دخول دورهم كان هناك عدد كبير من العبوات الناسفة. توجهنا إلى المنظمات المتحدة UNDP لغرض تخصيص منظمة خاصة لغرض رفع الألغام والمتفجرات. طبعا كان هناك ضحايا من موظفي البلدية من المواطنين كثيرين. حاليا نحن في إعداد خطة مع منظمة UNDP تباشر الأسبوع القادم إن شاء الله بالدخول إلى بعض المناطق التي لم تدخل حتى الآن لغرض المباشرة برفع هذه الألغام. المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي أن هذه الألغام تقع تحت ركام الدور التي حدث فيها تفجير أو تحت المحلات، تكون غير واضحة، إذا هي تكون مخفية وتعتبر مصائد. نعم. طبعا اعتمدت عصابات داعش على هذه الطريقة لغرض إيقاع أكبر خسائر في المواطنين. نعم طبعا، وهذا من ضمن الصعوبات، سنكون معكم دائما نحن نعم بجهودكم لتخطي كل هذه الصعوبات ولإعادة الحياة إلى ما كانت عليه في الموصل قبل احتلال داعش. أنا أشكرك جزيلا من إربيل عبد الستار الحبو رئيس بلدية الموصل.